ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا وزيرة السياحة تتعرض لموقف محرج. تعرضت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إلى موقف محرج عندما كانت بصدد التوجه إلى منصة البرلمان من أجل الإجابة على أسئلة البرلمانيين، إلا أن رئيس مجلس النواب كان له رأي آخر، حيث نادى على الوزيرة قائلا: فين غادي يا سيد الوزيرة؟ واستطرد قائلا: أنا هنا أسهر على تطبيق القانون. جواب السيدة الوزيرة: تفضلوا مرحبا بكم. فين غادي السيدة الوزيرة؟ ايوا انا هنا اصهر على تطبيق القانون، انا هنا والقانون اطبقه كما اطبقه على نفسي. الكلمات تلقى اساسا من المقاعد المادة 150 واستثناء بإذن الرئيس، لم يطلب لي إذن. تفضلوا وأعتذر، أنا أطبق القانون، لا فاز أحد فوق القانون. تفضلوا سيدة الوزيرة الآن، لا أحد فوق القانون. كيف حنا واجب علينا؟ من فضلكم سيدة النواب، السادة النواب، لم أعطيكم الكلمة. إلا جيتوا هنا تديروا التمييز، إلا جينا هنا نديروا التمييز، هذا وزير ديالي وهذه وزيرة ديالي وهذا ماشي ديالي، غادي نكونوا حنا حتى حنا كنبذلوا مجهود وكنقراوا القانون التنظيمي للحكومة باش كيمكن لنا نتفاعلوا معها. حتى الحكومة خصها دير واحد المجهود بسيط وتقرا النظام الداخلي ديالنا. لا ليست حرة،